السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على آدم والناس، يعني نقولوا ما شاء الله على هذا اللعاب. هذا اللعاب اللي نقولوا باللي كانت الإصابات عائق في مسيرته الرياضية. هذا اللعاب يعني وين قبل، وين نقولوا باللي جا الجزائر في سن مبكر، جا الجزائر عنده 18 عام برك. هذا اللعاب اللي قدم الكثير وسوف يقدم الكثير للمنتخب الوطني الجزائري في المستقبل. هذو هما نواة، هذو هما كوادر اللي غادي يقدموا المنتخب الوطني بعد محرز، وبعد فيغولي، وبعد ابراهيمي، وبعد يعني هذو هما لي بيلي تاع المنتخب الوطني للمستقبل ان شاء الله بربي. هو رشيد غازال، هذو غادي كاع يصابوا، هذو كاع نولوا يا عشرة، هذو هما وكاين مفاجآت اليوم جايين فانيك لعابين اليوم جايين ان شاء الله بربي. كاين الخير، كاين ان شاء الله كاين. وين ادم والناس يواصل صناعة الحدث في ايطاليا بعد الاداء تاعو، شعلنا كيفاش، وين تمريرتين حاسمتين والهدف فانيك الهدف الثالث في الدقيقة 45. بالك الناس كانت تفطر من مركان محل آدم والناس، بالك الناس كانت تفطر، كاين اللي كان يتفرج كاين. وين قاد الدولي الجزائري آدم والناس يعني صنع الحدث في إيطاليا بعدما قاد فريقه للفوز يعني اليوم على حساب بارما بثلاث أهداف يعني لأربعة، وين أربعة الكارتوني ثلاثة البارما في ميدان بارما، وين الأهداف يعني وين بأربع أهداف مقابل ثلاثة في قمة، يعني كانت في قمة الترتيب، وين نقولوا قمة مؤخر الترتيب يعني للسيري أي. كيفاش كانت مباراة، كانت في القمة بارما كارتوني، يعني وين عرفوا كيفاش كارتوني عرف كيفاش يسرق، مش يسرق، يخطف ثلاث نقاط، وكان آدم والناس له نصيب من الرباعية فريقه بعدما وقع هدف وقدم تمريرتين حاسمتين أكد من خلالها أنه رقم مهم في معادلة كارتوني الذي يتجه رغم الفوز للسقوط إلى القسم الثاني. رغم ذلك وين نقولوا باللي شوفي كيفاش، وين نقولوا باللي اليوم وين آدم والناس بعد تسجيل الهدف تاعو هذاك اللي سجله تاع مارادونيا، هذاك الهدف اللي تريبلها وكاع وصرات عليه مشكله، شان كيفاش اليوم وين الاداء تاعو يلعب مباراه كامله. شوف كيفاش الناس اللاعبين اللي نقولوا بلي، تشوف كيفاش ادم والناس اللاعب اللي وين راح النيس، وين في فرنسا حقروه العام اللي فات، عاود ولا الطليان، يعني وين الاصابات، فينك الاصابات، فينك لعبوا دور كبير، وين كان رايح الاشبيليا 2019، كان رايح الاشبيليا، يعني قضيه امور صغار برك، كانوا امور في العقد تاعو اللي ما تفهموش على نقاط صغار برك، جزيئات صغار ما تفهموش عليها. وهو كان رايح الاشبيليا، انا الاب تاعو خبرني قال لي كان رايح اشبيليا، قال لي اخر لحظه، يعني اخر لحظه وين كلش تلغى، وراح نيس فري، راح بفري، وكتشوف في نيس صرا له، صراو له مشاكل وين الانصار، وين الانصار ولا يعايروا فيه، ما من الناس ولا تعاير فيه وكلش، وين عاود ولا من بوابه الكارتوني هذه. ونتمنى ان شاء الله بصح ما حسابيا شويه صعيب على بالك، حسابيا ضيعوا نقاط بزاف، ضيعوا نقاط بزاف. يعني كاين هو كاين غازال، وين غازال هدف وممر الحاسم، يعني شأنه كيفاش يواصل، فانك يواصل الدولي الجزائري رشيد غازال عروضه الممتازة في بطولة التركية، أين ساهم هذا الأخير بشكل كبير في الفوز فريقه على نادي القيصر سبور بثلاث أهداف لهدف، بتسجيل هدف وتقديمه لتمريرة حاسمة في مباراة لعبت لحساب الجولة 37 من الدور التركي الممتاز. يعني رايح يربط فنيك إن شاء الله بربي الشامبيون أو ولاكوب. هذا رشيد غزال العام اللي فات مي ماركا بونت، كان مع فيرونتينا ماركا كوفرو. هيا شيء
وين هادو اللاعبين كيما نقولوا حنايا غاسيل ريال ادم الوناس، هادو اللاعبين اللي عندهم مستقبل كبير وعندهم مستقبل كبير مع المنتخب الوطني الجزائري كذلك. وين يواص وين نجي نقول لكم ماركا بونت كونتر كان يلعب مع فيرونتينا العام اللي فات، ماركا بونت كوفرو كونت ساندوريا، ماركا بونت قال بلي ماذا بيا يخرج هذاك الغياط هذاك ساسبي ولا يعاير فيه، يقولوا وين تجي وين كاينه ما كاش بلاصتك، روح تشوفوا الارشيف تاعو الا ما قلاش لي يقولوا لي فيديو خوافه يخلوش يقلعوا لا يعاير فيه. قالوا وين تجي، قالوا وين ها اليوم راك تنبح عليها سي محمد، راك تنبح عليه صباح وعشيه. وين نعاودوا نولوا وين شعلنا كيف شوية وين بتقديم التمريرة الحاسمة في اللقاء، يكون غازال قد وصل إلى التمريرة 15 في الموسم الجاري، وبالتالي يعتلي جدول أحسن ممرر مبتعد عن الإيفواري ماكس بأربع تمريرات، كما أن الهدف الذي سجله خريج مدرسة نادي ليون الفرنسي هو الرابع له هذا الموسم. والجدير بالذكر أن غازال وناديه يعتاديان الصدارة الترتيب دور التركي ب 75 نقطة، مبتعدين عن أقرب ملاحقين بست نقاط قبل ست جولات على انتهاء الموسم الكروي. لا المهم حنايا كما يقول لك وين غازال أو نقولوا باللي غازال يعني وين نعرفوا باللي غازال لعاب اللي عنده المستوى، غازال اللي هو آدم الوناس يعني نهضروا عليهم في زوج، واليوم وين أصبحوا يقدموا مستويات يعني هذو هما اللاعبين اللي عندهم دوزيام سوب. راك تشوف كيفاش وين يقلع لك في لا دانيال، يقلع لك لا دانيال مين، يقلع لك مع التالي يقلع لك وين يقدم. هذو هما واش خلات لك الاداره السابقه، اداره تاع رجال هذو اللاعبين ما قرعنا لهمش تيقول لك لا رجع تيجوا وحدهم، هذو اللعابه شو اليوم كي رانا صايبينهم، عرفت شو اليوم كي رانا صايبينهم. كان اللي يخرج ينتقد لك الاداره السابقه، الاداره السابقه خلات لك 40 لاعب كواطها الحاج محمد راهو خلى لك 40 لاعب كواط راكم صايبينهم اليوم. مستوها راه وين راه بن عمري ما راش يلعب يبقى حنا تلكم شديرو، راه في عام ما لعبش يبقى حنا تلكم شديرو موراه. مستو ما ريسكيتو بلعاب جديد، ما درتو بن عمري ما درتو واه مستوش مازال باش راكم تلعبوا. هيا قولوا لي باش راكم تلعبوا، تقول لي بونجاح، تقول لي بلايلي اكاديميه تاع الاتحاديه الجزائريه السابقه اللي كانوا يخدموا فيها الرجاله اللي لعبوا كاس الشان، لعبوا في المنتخب المحلي، لعبوا طلعوا مع ليكيب ناسيونال، هذوك طلعوا في ليكيب ناسيونال. كيفاش اليوم يجي واحد يقول لك اودي اودي كي داروا خلاو لك انت راك تغني راك تظل تنبح عليهم صباح وحشيه، راكم تظلوا تنبحوا عليهم صباح وحشيه صاحبي. كيفاش اليوم تجي تهضر لي تقول لي بلي اودي ما داروا والو، شكون اللي ما دارش، شكون اللي دار شكون اللي ما دارش، فرجوا ولا غير هضره. راه ديجا اليوم ديجا نقولوا بلي المنتخب الوطني اللي خلاه رجال يوقفوا معاه في الخفاء، اللي خلاه رجال الا ما كانوش رجال. انا نقول لكم غدوه ان شاء الله، غدوه ان شاء الله مي يكون اجتماع بين كيسموه عماره وجمال بالماضي، ما غاديش يكون اجتماع غير بين جمال بالماضي وشير الدين عماره، هذا غادي يكون اجتماع حتى مع تاع الفيفا، ناس تاع الفيفا وكاين جزائريين وقلت لكم عليهم ما نقولش اسمه، هو تلمساني، هو من مدينه تلمسان، خدام بالك واحد 30 عام في الفيفا، طرو 30 عام موظف في الفيفا، عنده وزن كبير معروف يعرفوش. انا يعرف نقول لكم شكون يعرفه، واحد معلق واحد يعرفه حافظ الراجي، هو صديق تاعها صديق جال صديق كيسموه الحاج محمد راوراو، والاخرين ما كانش يعرفه، الدوله تعرفه هو ديجا. غادي هذا الشرف الدين عماره غادي يروح عنده، راه عنده غادي يروح عنده وغادي كلش ان شاء الله بربي كلش يفوت مليح، ان شاء الله بربي كلش يفوت مليح.
هذه اللي نطلبوها ان شاء الله، كلش يفوت مليح ويقبلوا هذا يقبلوه اي وكلش يفوت. هذه اللي على بالي بها راني نقولكم فيها ان شاء الله.